حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه لام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب فاصل قصر وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والاحداث والمواضيع والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. واكيد البدايه من الشان المحلي، حيث الاخبار اللي تحصل على اكبر عدد من التفاعلات والتعليقات والمشاركات، هي اخبار دائما ما تكون غريبه نوعا ما، دائما ما تكون مفاجئ نوعا ما. واكيد عندنا اخبار بالشان العربي والشان الدولي وايضا ملف غزه متواصلين منذ فتره. مرات اقول انه يجينا خبر يعني شويه هذا الخبر يعني بي فد 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 يعني سالفه يعني مو صحيحه. زين مرات تقول عمي معقوله هذا هيجي؟ معقوله احنا عندنا هاي السالفه صايره؟ اي اخبار غريبه عجيبه. واحد من هاي الامور اللي انتشرت بشكل كبير جدا وحصلت على عدد كبير من التفاعلات هو خبر مفاده، طبعا هو خبر مجهول المصدر ولكن انتشر بشكل كبير جدا، لذلك راح نكون احنا حديثنا راح يكون في حال ان صح الخبر. يقول على ضوء تصريح لعميد بوزارة الداخلية، يقول هذا العميد الدولة تشتري السلاح من المتوسط والثقيل، يعني البكتة والبي كي سي وهاي السوالف، من المواطن. تبعنوا بالخبر شوية، يقول الدولة تشتري السلاح المتوسط والثقيل، يعني بين قوسين البكتة والبي كي سي وذني السوالف ماكو، من المواطن. نجي احنا نجزئ الخبر في حال لو كان الخبر صحيح، في حال لو كان الخبر صحيح، زين ليش تشتري من المواطن؟ ما هي الدولة تقدر تشتري أسلحة من الدول الباقية. زين هل تشتري من المواطن على مود يخلصون السلاح اللي المنفلت اللي بيد المواطنين؟ هاي سالفه تعبانه، يعني ليش يشتري؟ خب هو اصلا المواطن اللي شايل سلاح غير مرخص يجون ياخذون منه، واحنا جاي نشوف اكو حملات تفتيش بالاسلحه اكو جاي تصير. فاخوتي اليوم احنا نجيب الخبر، خلينا نسولف نتناقش احنا وياكم، ما بيها شيء نتناقش، لأن الخبر مجهول المصدر وحصل على عدد كبير من المشاركات والتفاعلات. وبالفعل إذا كان الخبر صحيح فهي كارثة، يعني شنو دولة تشتري سلاح من مواطن على العموم. فلو كان الخبر أنه صحيح مثل ما قلنا والدولة تشتري من المواطن، على أي أساس؟ وفق أي بند؟ وفق اي ثغره قانونيه؟ اسميها ثغره لان هو ماكو مستند قانوني. زين فوق هذا كله، هو المواطن اذا عنده بكته وبي كيسي منين جابها؟ منين اشتراها؟ مو من المفترض انه تلقي القبض عليه وتاخذ السلاح اللي عنده لو لا؟ مو صحيح؟ زين نجي نفسر من تفسير ثاني تصريح هذا العميد او كلامه. من الممكن انه هذا العميد حكى هذا الكلام، يجوز هو مشتري مثلا او يعرف ناس بالدولة تشتري مثلا، بس هذا لا يعني انه الدولة بشكل رسمي تشتري السلاح من المواطن. ناخذ اليوم هسه ناخذه كجزء انه الخبر مو صحيح، اخذناه في حال صحيح شنو وناخذه في حال مو صحيح شنو. يعني شلون بشكل رسمي؟ يعني شلون الدولة تشتري؟ يعني تعرفون انتم اجراءات الدولة شنو؟ تعرفونها لو لا؟ اجراءات الدولة الالف دينار هذا ما ينصرف لك الا كتابنا وكتابكم وتدقيق ومطالعة ومراجعة وما اعرف شنو، فلوس دولة ما تنصرف بسهولة. زين شلون يعطوها للمواطن بحجة شنو يعني؟ اشتري من المواطن بكيسي؟ ف
هذا الخبر أخذناه هنا وأخذناه هنا، إذا كان صحيح هذا رأينا، وإذا كان مو صحيح فهذا رأينا. وتعالوا خلينا نشوف التفاصيل الأكثر وأيضا تعليقات الناس شنو كانت ردود أفعالهم. يقول لك عميد بالداخلية: الدولة تشتري السلاح المتوسط والثقيل بكت بكي سي آر بي كي آر بي كي من المواطن. يقول المواطن علي الناصر: عندي دبابتين، واحدة مضروبة بكم والثانية بها صبغ بالباب الأمامي معدل على البارد، بيش تفيدكم؟ شوف أخوي، لا أنت عندك دبابات، ولا أنت تعرف تشذب، ولا أنت حشاش، ولا أنت لوتي، ولا أنت كل هاي السوالف. بعد معلق على اليمن الميرزا ولاء الإبراهيم يقول: طريقة جديدة بسحب السلاح. يعني قصدك يعني إنه الدولة بطريقتها الخاصة تسحب السلاح، تبيعوا لنا إياه، نشتري منكم، نعطيكم فلوس ناخذه. ما هو المواطن اللي عنده سلاح يعني المفروض الدولة تعاقبه، يعني صادر السلاح منه. وبالفعل صارت ترى، يعني يوميا جاي نشوف تجي قوات أمنية تسوي مداهمات وتفتيش للمنازل على مود السلاح يوميا. هاي يعني جاي نشوفها ترى، لك يوم جون البيت تفتيش سلاح، راحوا على غير منطقة تفتيش السلاح، يطوب يدور ماكو سلاح يخلوه يطلع، اكو سلاح ياخذه ويروح. حيدر يقول: عندي ار بي جي بئة. بلغ على نفسه يا ولد اخوان، بلغ على نفسه، اسمه حيدر آل محسن، صورته مخلي لابس هاي الكابوس مال الابيض مال العمل ونظارات سوداء وقميص ازرق، وصورته هاي بالفيسبوك مطلعها ماخذ صوره ورا باب. زين حيدر آل محسن يقول: عندي ار بي جي بيش تفيدكم؟ ار بي جي عنده بيش تفيدكم؟ بلغ على نفسه، احنا ما لنا علاقه. بعد من شام سمع موضوع بفلوس، فلوس فلوس فلوس. عبد الله الطيب يقول: سووها مبادره وخلوها تبرع الغزه. شوف تعليقك هذا يا عبد الله، هذا ينم عن مدى تضامنك ومدى تعاطفك مع القضية الفلسطينية ومع غزة. أكيد العراق يدعم غزة ويدعم فلسطين، ولكن مو كل اللي ينعرف ينقال، وانت تعرف القصد شنو. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع السلاح اللي على أساس الدولة تشتريه من المواطن. وقلنا ذا في حال صدق فهاي كارثة، وفي حال كذب فهو كذب، يعني ما يحتاج لشيء. بس دائما الأخبار المجهولة المصدر لا تأخذوها على محمل الجدر بشكل رسمي وتحجون وتناقشون، وهذا خذوها ببساطة بهداوة، فكروا بيها زين، جيبوها منا ودوها منا، خبر مجهول المصدر نتعامل معاه كأنه خبر مجهول المصدر. ما أجي أحكم وأنطر رأيي الحاسم، خلاص هذا هو على مود خبر مجهول المصدر. هذا نوع من أنواع الـ يعني ما أعرف شو يسمي، الحرب الناعمة الباردة اللي جاي تصير بالسوشيال ميديا. خبرنا أو موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، ذاك اليوم عرضنا يعني ذيك الحلقة المضت عرضنا فيديو انه القاء القبض على مجموعة حاولت تبيع كتاب تاريخي بسعره مليون دولار. هالمرة الابطال القوات الامنية القوا القبض على هاي المجموعة اللي امامكم، وبس شوفوا لي الصور الثلاثة جوا اللي التماثيل هذا، شوفوا لي اياهم ركزوا بهن زين، هذا الثور المجنح وهاي المسلة وما اعرف شنو. هذولا بنينوى بالموصل القوات الامنية القت القبض عليهم متلبسين ببيع الاثار. وهاي العصابة مكونة من ثلاثة اشخاص اللي ذولا امامكم ظاهرين امامكم. قيمة هذه الاثار مجتمعة 900 مليون دينار عراقي، 900 مليون دينار عراقي قيمة هذه الثلاثة قطع الأثرية. سعر القطعة الواحدة 300
مليون دينار، 300 مليون عمي، سعر الوحدة 300 مليون دينار عراقي، مجموعهم 900 مليون. أنا أرد أقول شغلتين، أولاً يعني أنا أريد يعني أتلفظ بس ما أعرف، هذا هاي حضارة العراق وتاريخ العراق، هذا اللي صار له ممتد من آلاف السنين، بيعه 300 مليون القطعة الأثرية، لك هاي اللي بملايين الدولارات وما حد يقدر يحصل عليها، والناس ما تبيعها لأن تعتز بحضارتها، أنت تريد تبيعها 300 مليون؟ هسه هو الغباء موهبة؟ عقل ماكو؟ إنهم هم زين لحقوا عليهم، كان باعوهن على 300 مليون القطعة، وشوف كل قطعة أثرية صار لها شقد ما أدري كم سنة. لك عم أنت والله ما أعرف، يعني أنا دائما من أغبى الناس اللي أشوفه بحياتي هم الحرامية والعصابات، وهذا والله العظيم غباء مفرط، غباء مفرط. يسرق لوحة مثلا، لوحة يعني مثلا عالمية، لوحة بوف فتشي ويروح يبيعها بمدى بيش. لو عم نحكينا على مستوى البلد، يبوق له فد تليفون آيفون سعره ب15 ورقة، زين يروح يبيعها ببرقتين. يا ايش تحكي يعني، هذا ايش تحكي وياه يعني، والله العظيم مشكلة يعني، هي مشكلة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله. يقول القوات الأمنية في محافظة نينوى تلقي القبض على عصابة مكونة من 3 متهمين أثناء محاولتهم بيع 3 قطع أثرية بمبلغ 900 مليون دينار عراقي. هذه القطعة الأولى والثانية والثالثة، قطع أثرية كبيرة وعظيمة من تاريخ وحضارة وادي الرافدين. يجي هذا وهذا وهذا، سبح ماكو مبينين يعني الجماعة، زين مبينين سبح ماكو. يجي هذول ال ما أعرف شو سميه، ما أريد لقب، لأن دول مو مال عصابة والله، عصابة والله أكبرهم إذا أقول عصابة، يعني دول الأغبياء عمي، وعذرونا عن المصطلح. زين يبيعون هاي التاريخ العظيم والكبير للعراق، ولكم هذا نفتخر به، هذا تاريخ بلدنا نفتخر به، هذا المفروض احنا نخليه بالمتاحف، وتجي الناس من كل حد بنوصوب ويدفع تيكت ويطوب ويتفرج عليه وياخذ صوره يمه، هذا هيك المفروض. ولك مو بيدك انت سبح ماكو، زين تروح تريد تبيع لي 300 مليون، هذه 300 مليون راح تشترك بها مونيكا، زين وتجي تفتر علي بسويتشك تخلي هنا وهم سبح ماكو، شنو الفايده؟ شنو الفايده؟ شنو الفايده؟ ف طبعا احنا نحيي القوات الامنيه على القاء القبض على هاي الثله، مو عصابه، لان اذا اضخمهم اذا اسميهم عصابه، هاي الثله المدري مين، زين وهم زين، هاي اثارنا رجعت لنا يعني، والله العظيم مشكلة، هاي مشكلة اخوان. وهذه ايضا يعني رسالة الى وزارة السياحة والآثار، عندنا آثار برا ممكن ترجعوها، عندنا آثار شو تسوي بمتحف اللوفر باريس، عندنا آثار شو تسوي بمتاحف ألمانيا وأمريكا وهاي الدول، آثارنا حقنا شنو راح هناك ليش يعني، شنو مو عندنا المتحف الوطني العراقي، عندنا المتحف البغدادي، عندنا اثارنا هاي ترجع لنا تنحط بالمتحف. فاتمنى من الوزاره الموقره انه تتحرك على هذا الموضوع. اليوم العراق مقبل على سنين جميله، سنين عمل، سنين يعني من الخير والعطاء، بعد ما كنا في سنين انعجاف، اليوم احنا مقبلين على انفتاح كبير، فلازم اثارنا ترجع لنا، حتى هذا اللي يجي السائح الاجنبي اللي يجي يفوت يجي على حضاره وادي الرافدين، يلقي الاثار، يلقي الثور المجنح، يلقي هاي المسله ما اعرف شنو، يلقي هاي الـ 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 الاصنام والاثار وما اعرف منين، هاي اللي كانت هاي سابقا. فرساله اخوان، رجعوا لنا اثارنا.
خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. كمال يقول من فوق هالله هالله ومن جوا يعلم الله، يقصد يعني سبح ماكو. حسين يقول هن طينات وماي ومسويهن واحد يتملعب بالطين بعشين التراث ما خذ ملا قارون. انت ذا ما تعرف بالطينات والماي لا تحكي بالآثار قارون. رافد يقول اكو آثار من 2003 لحد الآن ماكو، وهسه مال 2014 مال نينوى وياهن. اتفق جدا وياك، آثار 2003 اخذوها الأمريكان. محمد يقول هم لقوهن هم لقوهم رادوا يبيعوهم يبيعوهن علي من سويتهم عصا الدجاج وين جيت توصل ما جايفتين. اخر تعليق من علي مصلح يقول راح ارسم نفسهن. انا لله وانا اليه راجعون. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني في فقره فيس تو فيس اللي هو موضوع الاثار. الاثار اللي هذا يودين هيك وهذا يجيبين هيك. فدين الكرام، موضوع وملف ملفنا القادم هو ملف غزة وموضوع غزة اللي دائما ما يكون إلى الحصة الأكبر في برنامجنا. خلينا نشوف ملف غزة شنو عندنا من أخبار، شنو عندنا من تفاصيل، شنو عندنا من إحصائيات حديثة جدا. طبعا أكيد نبلش الملف بالإحصائية اليومية اللي تزداد يوم بعد يوم. حصيلة الضحايا الحرب، حرب الصهاينة على فلسطين وعلى غزة، ارتفاع العدد إلى 28,576 شهيداً و 68,291 مصابا منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. هذه هي الأحصاء، 28,000 شهيد، 28,000 بشر، فتى، طفل كبير بالسن، امرأة، شاب، استشهدوا على أيادي النتن القدر أجلكم الله بحرب إبادة وتطهير عرقي لم يشهد التاريخ مثلها من 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 قديم الزمان. يعني كل الحروب اللي مرت كانت حروب متكافئة، إلا هذه الحرب هي يعني عيني عينك قدام الناس، قدام الدول، قدام الأمم المتحدة، قدام المجتمع الدولي، قدام اليونسيف، قدام وقدام وقدام. ما حد يحرك ساكن، مجرد تصريحات ولوك لوك من هنا وهناك. لم يرى الصهاينة عين حمراء من أي دولة مجاورة أو دولة عربية أو دولة إسلامية أو دولة قوية حتى تقف الصهاينة عند حدها. هذا هو الواقع المؤلم، ولكن دائما الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، هو قادر على المعجزات. وما دام كل بلد بي ناس تحبه تضحي من أجله بي مقاومة شريفة، لا تخافون على هذا البلد رغم ما يصير بي. مرينا بها احنا العراق، عصابات ودول حاولت انه تحتلنا وحاولت تنهب خيراتنا، ولكن اكو ناس قاومت وبقت تحارب بالداخل بالداخل وضحت، اكو ناس ضحت بروحها واكو ناس بقت لحد الان. هذه الحكاية هي تروى للأجيال، هنالك مقاومة شريفة مثل ما اكو في الدول جيش يدافع عن الوطن، وتلقي ناس مواطنين عاديين يدافعون عن الوطن وعن العقيدة. فما طول فلسطين عندهم نفس ما عندنا
من مقاومة وناس تحب البلد وتحارب من أجل البلد بالرغم من كل شيء، فبين خاف عليهم. وأكيد تفاصيلنا وإحصائياتنا مستمرة. الاعتقالات طبعا يوميا، اليوم 18 مواطن، والحصيلة صارت كلها من 7 أكتوبر لغاية الآن 7020 معتقل. يعني عندنا 28,000 شهيد، 68,000 مصاب، و 7,000 معتقل. هذه هي الإحصائية، حسبوهم كلهم، شوفوا كم واحد تضرر ما بين معتقل وما بين مصاب وما بين شخص استشهد. سبعة آلاف طفل فقدوا عائلاتهم في غزة. المتحدثة باسم اليونيسيف، اليونيسيف وأخيراً اليونيسيف ظهرت بتصريح، ولكن ما كنا ننتظر تصريح من اليونيسيف، كنا ننتظر موقف من اليونيسيف. 7,000 طفل فقدوا عائلاتهم في غزة، هذا هو الخبر. تحياتي لليونيسيف، هذا هو الخبر. 7,000 طفل، هي هنا المشكلة. الإمدادات الطبية التي أرسلت لغزة حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات. مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، هذا هو التصريح من مدير منظمة الصحة العالمية، يقول الإمدادات الطبية التي أرسلت لغزة حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات. يصف الاحتياجات بالمحيط وقطرة، يعني كل ما أرسل هو قطرة. وهذا منه؟ مدير منظمة الصحة العالمية. هذا أذيك مديرة اليونيسيف وهذا الصحة العالمية يتحدثون يصرحون. شنو دوركم؟ ما حد يعرفه. دوركم حاليا شنو؟ مو المفروض انتوا اللي توقفون؟ مو المفروض انتوا اللي تساعدون اطفال ونساء غزة وفلسطين؟ وينكم؟ ما حد يعرف. هذا هو مجرد تصريحات عابرة. خسائر القطاع الثقافي في غزة خلال الحرب، هذه الخسارات هي مو خسارات البشر، خسارات البشر قلناها، هاي خسارات البنايات، خسارات 32 مؤسسة مركزية بالخسار، 12 متحف بالخسائر، 10 مساجد وكنائس بالخسائر، 8 دور نشر. 8 دور نشر يعني هولاكم من دخل بغداد سوى النهر عبارة عن حبر أزرق، شمر الكتب وشمر وشقق وسووا. الآن نفس اللي جاي يصير صار في فلسطين، تدمير 8 دور نشر. 8 دور نشر، 195 مبنى تاريخي انتهى، 19 جامعة وكلية تساوت بالأرض، 9 مكتبات عامة، 9 مكتبات عامة، الكتب والمكتبات والاطلاع والثقافة والقراءة، 9 مواقع تراثية. والتراث كنا نعرف جد نعتز احنا بالتراث. هذه الإحصائية من وزارة الثقافة الفلسطينية، هذه الحصيلة مال الثقافة فقط. طبعا هاي ما بيها المباني الحكومية، ما بيها الوزارات، ما بيها، هاي فقط الثقافية، المتاحف، دور النشر، مواقع تراثية، جامعات، وكل هذا هو
من جاي نقول اكو تطهير عرقي، اكو حرب إبادة جماعية. بالفعل هي حرب إبادة جماعية، هذا اللي جاي يصير يا أخوان، هذا اللي جاي يصير. إسرائيل أو الكيان الصهيوني من بداية الحرب على فلسطين، وأيضا المبالغ اللي راصدها على مود حرب فلسطين وغزة، هذه إحصائية للمبالغ، يقول لك إنفاق الاحتلال، رفع جيش الاحتلال إنفاقه العسكري بثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى 15 مليار مخصصة لتمويل العدوان الحالي على غزة لدفع رواتب جنود الاحتياط ودعم أكثر من 100,000 مستوطن. يعني ضاف 8 مليارات دولار لدفع رواتب جنود الاحتياط ودعم أكثر من 100,000 مستوطن، ما عدا 15 مليار المخصصة للتمويل العدوان على غزة. يعني 15 × 8 = 23 مليار دولار، 23 مليار دولار هي المبالغ اللي خصصت. طبعا المصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 15 مليار و 8 مليار 23 مليار دولار رصدت وصرفت خلال هذه الفترة من الكيان الصهيوني على فلسطين وعلى غزة. ميزانية الدول تصرف على مود حرب الإبادة الجماعية، هذا هو اللي جاي يصير حاليا اخوان. اللي جاي يصير 23 مليار دولار اخصص على مود اقاتل هذا البلد، اقتل نساء واطفال وادمر ممتلكاته. والله ما اعرف. يعني نيويورك تايمز تقول بايدن اصدر مذكره بتاجيل ترحيل 6,000 فلسطيني من الولايات المتحده 18 شهرا. شوفوا كان بنيه بايدن والنتنياهو شنو كان بنيته؟ مو فقط يقضي على اللي موجودين في فلسطين، كان بنيته يرحل اللي موجودين بامريكا يرجعهم على فلسطين على مود ايضا نتنياهو يقتلهم. شوف النيه اللي عندهم. ولكن هسه بسبب اختلافهم بايدن اجل الموضوع 18 شهر. وانا متاكد انه هذول الموجودين 6,000 فلسطيني الموجودين بامريكا هم بايدن وش اسمه يعتبروهم سلع، يعتبروهم حيوانات، يعتبروهم لا والله حيوانات يحترمون، ما يعتبروهم اصلا. فشوفوا النية اللي كانت مبيتة شنو؟ النية كانت ترحيل 6,000 فلسطيني على مود نتنياهو يكمل عليهم. شوف 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 الاتفاق اللي صاير، انه انت تقتل بالفلسطينيين في فلسطين، وانا ادز لك عندي 6,000 فلسطيني ببلدي ادز لك اياهم ارحلهم على مود انت تجي وتقتلهم. الله اكبر من كارثه، الله اكبر من 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 بشاعه. هذا اللي جاي يصير قدامكم وتشوفوه امام عينكم، هذا اللي جاي يصير اخوان، هذا واقع الحال، لا من جيبي ولا من جيب الخلفوني ولا جايبه من احد، هذا قدامكم. نيويورك تايمز صحيفه امريكيه تصدر بشكل يومي. هذا رئيس فرنسا وهذا النتن يقول ماكرون يدعو نتنياهو لفتح طريق بري مباشر من الاردن لايصال المساعدات الى قطاع غزه. الله يا ماكرون، الله يا ابو الانسانيه، انت لو غيرك اللي 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 اسئت للاسلام ونبي الاسلام واسئت للدول العربيه، انت لو غيرك ماكرون عوف هاي تصريحاتك هسه،
اللي جاينا تصرح لنا بيها. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قسم التأهيل الطبي عالج أكثر من 5500 جريح منذ بداية الحرب على غزة. هذا اللي يقول علي أنه ما طولكم مقاومة لا تخافون على هذا البلد. 5500 جريح معالجين، 5000 جريح طبعا ما عدا اللي ماتوا من عندهم ايش قد ماتوا الى جهنم وبئس المصير. 5000 هذا البلد اللي عنده ناس تقاوم، عنده ناس تحبه، لا تخاف عليه، لا تخاف عليه ابدا. يقول ما يهمنا، شوف شو هذا التصريح، طبعا التصريح لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، مستشار الأمن القومي مركز مهم جدا بأمريكا، يقول ما يهمنا هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن والاستقرار في إسرائيل. يعني هو ما يهم الفلسطينيين يموتون يعيشون يعدلون، ما يهمه، ما يهمه، اللي يهمه شيء واحد هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن في إسرائيل. مستشار الأمن القومي الأمريكي، لا أبد أمريكا ما داعم إسرائيل لا. وبعدين راح تجي أمريكا فلسطين والقضية الفلسطينية وتقف وتقف. مستشار الأمن القومي الأمريكي، ما يهمنا هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن والاستقرار في إسرائيل. ولكم هاي تصريحاتكم مو من جيبي، والله مو من جيبي. هذول الإسرائيليين وين بإسرائيل؟ إيش جاي يسوون؟ شوف من قلت لكم أكو صايرة خلاف بين بايدن ونتنياهو، وفعلا صار أكو خلاف يعني بان للناس. وقلت لكم أكو إسرائيليين ما راضين على نتنياهو، جايين يطلعون ضده. وهذا الآن خوب صارت واضحة، صارت واضحة. هذولا طبعا مظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، أمام مقر إقامة نتنياهو. هاي المظاهرة منو بيها؟ إسرائيليين أمامكم، وجوههم مدري شنو من وجوه، الله أكبر، أخي سبحانك ربي، وجوه ما بيها نور 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 محمد. زين قدامكم هاي، زين إسرائيليين طالعين ضد النتنياهو. وقلت لكم الله سبحانه وتعالى راح يوقعهم بيناتهم راس براس، ينضربون هيك بيناتهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. نتنياهو بايدن وامريكا وذولا كلهم راس براس يكون. ف طبعا شوفوا هذا الخبر بالبداية، تحية وتعظيم سلام لليمن، هذا البلد البطل والمقاومة اليمنية، الحوثيين أنصار الله، شيعة أمير المؤمنين الأبطال، حياكم الله وعاشت سواعدكم، لأنه أنتوا سويتوا ضرر كبير باقتصاد العالم كله. أنتوا دافعتوا عن القضية الفلسطينية بطريقتكم الخاصة، وآخرها شركة ستار بلاك أوقفنا عبور السفن التابعة لنا في البحر الأحمر. ليش؟ لأنه انضربت لهم سفينتين. شركة ستار ميرسك للنقل البحري وقفت، إيفر جرين ما أدري اسمها وقفت، ستار بلاك وقفت، أكو بعد كم شركة ضربوا اقتصاد العالم، ماكو أحد يدخل من البحر الأحمر. هذا بفضل الشرفاء والأبطال أنصار الله الحوثيين، شيعة أمير المؤمنين والأبطال في اليمن. تحية وتعظيم سلام لكم على اللي جاي تسووه بالعالم. والله فرتهم فرنتوا، والله والله خليتهم ما يعرفون الضربة من تجيهم. عاشت يديكم يا أبطال. هذا آخر خبر في فقرة فيس تو فيس مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة ترند يوتيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في فقره ترند تيوب. سريعا الفيديوهات، اول فيديو عندنا خلينا نشوفه وراها نتحدث به يعني حسره. يعني دائما ما نقول السلامه والامان، السلامه والامان في كل مشروع ترفيهي، في كل مشروع بقاعة عرس، بما اعرف شنو، دائما نقول السلامة والسيفتي، دائما نقول. يدري يعني المواطن العراقي والطفل العراقي حتى من يريد يتونس هم يتعور لو يموت لو يصير بي شيء. الفيديو اللي امامكم هو مدينة العاب في محافظة واسط، وهذا دولاب الهواء ما ادري شي صحوله، وقع بالناس 15 واحد وقع من فوق للقاع. يعني انتو يا اخي اشتغلوا عدل، هذول شنو ذنبهم الناس؟ تكسروا شنو ذنبهم؟ وقع من فوق لي جوه، طاح من فوق لي جوه على شنو؟ شو رايح يتونس؟ يعني هو رايح يتونس، رايح يتونس هو ماخذ ابنه واطفال. والله مشكله، والله مشكلة اخوان، والله كارثة. يعني اتمنى تستوعب الموضوع. انت رايح تونس تموت لو تتكسر رجليك على شنو؟ لو تفقد جزء من جسمك بسبب واحد غبي، بسبب واحد حرامي فاسد ما يعرف يشتغل صح. انت اذا ما تعرف تسوي هاي الامور وتضبطها شكو تسويها؟ حياة الناس مو لعبة بيدك. اعرف يعني والله ما اعرف يعني شنو هاي. يروحون يتزوجون بقاعة تحترق بيهم، يجون يلعبون بدولاب هوا يموتون، ها شنو هاي؟ يعني احنا يومين نقول الدولة يابا الدولة، عمي الدولة يا معودين. هسه منو اطاهم رخصة لهاي مدينة الالعاب؟ اريد اشوف اللي اطاهم رخصة منو؟ وهاي ملاعبهم اللعبان نفس هاي اللي توقع بالناس، من اعطاهم رخصة؟ هذا موضوع خطر ترى اخوان. هاي الملاهي، مدينة الملاهي هاي مو شيء سهل. هاي الراد لها ناس تراقب وسلامة وامن وما اعرف شنو، من اعطاهم رخصة؟ هاي الناس 15 واحد مع اطفال ونساء، ذنب من؟ ومنظر مؤلم. والله مشكلة، والله مشكلة يا اخوان. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. طبعا نحيي القوات الامنيه، هذا ايضا فيديو من القاء القبض على بعض العصابات الاجراميه اللي تاجر بالمخدرات والاثار وهذا الاشياء المهمه. عاشت ايديهم بارك الله بهم. اكو امور يعني ايجابيه هوايه لازم واحد يذكرها، انه اكو ناس تشتغل وتراقب. طبعا دول قبل لا ينفذون عمليتهم حسب ما عرفت ان هم القوا القبض عليهم. عاشت ايديهم وبارك الله بهم. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. هم دول اللي واحد يريد من عندهم وقفه تضامن مع فلسطين، هم دول اللي واحد يعني يقولهم تضامنوا مع اطفال غزه، هم دول الغرب، هم دول هذا هذا الفيديو من ايطاليا، مخصصين يوم كامل للمعركه بالبرتقال. بنعمه الله يتعاركون. هم ذول اللي واحد يترجى منهم شيء، يترجى من رئيس وزراء ايطاليا لو 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 ما ادري منو، لو الشعب انه يطلع مظاهره، لو هو هذا الشعب. بينما اطفال غزه تقتل كل يوم، والنساء والاطفال والتطهير العرقي والتهجير اللي جاي يصير حاليا في غزة، تظهر لنا هذه المشاهد من أوروبا حيث بلاد السلام، الله يا سلام، والديمقراطية، الله الديمقراطية والحرية. هذه هي البلاد، بلاد السلام، تشوف اللي جاي يصير بغزة كل يوم وفلسطين، وهم يجون ينظمون مباراة على مود يتعاركون بالبرتقال. هي هاي اللي يعني شوف الناس ايش قد ما شاء الله،
شوف الناس ايش قد هم ذول اللي واحد يعني يريد من عندهم انه وقفة تضامنية. هم ذول هاي هذا تعركون بالبرتقال، لا يخلون اعتبار نعمة رب العالمين. لا وما اعرف شنو الونسة بهاي اللعبة، ما اعرف شنو الونسة اللي بهاي اللعبة، ما اعرف الونسة اللي بهاي اللعبة شنو. بس ارد اقول انه يعني اطفال غزة اللي جاي تستشهد كل يوم، والناس الابرياء اللي جاي تروح كل يوم وماكو احد يوقف وياهم ولاكو احد ينصرهم، هذول بذمة الجميع، من دول، من شعوب، من رؤساء، من جيوش، من الكل، كل من يرى ويسمع ويشاهد ولا يحرك ساكنا، بذمته كل هذا اللي جاي يصير، بذمته كل هاي الأمور. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في أمان الله.